صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI. في الوقت الذي وجه فيه بطارقة الشرق نداء إلى المسيحيين والمسلمين والعالم أجمع من أجل الوقوف في وجه داعش، كانت النداءات أيضا تتكرر من مراجع دينية وسياسية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية كوسيلة وحيدة يتم الانطلاق من خلالها للتخفيف من حدة المخاطر الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تحيط بلبنان. وفي ظل هذا الجو يتصاعد النقاش في كيفية التعاطي مع قضية العسكريين المحتجزين لدى الجماعات المسلحة، حيث لا وسطات محلية وخارجية بل بروز لهجة تهديدية ولا سيما من داعش تجاه حياة الجنود اللبنانيين. وينتظر أن يكون هذا الموضوع مثار نقاش في جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد في السرايا الحكومي بعد قليل. بموازاة هذه القضية، عاد الوضع في محيط عرسال إلى حال تنذر بالمزيد من التوتر في ظل عمليات الكر والفر في منطقة القلمون السورية المحاذية لجرد هذه البلدة، وتدخل الطيران والمدفعية السورية في قصف مناطق في جرد عرسال، حيث سرت أخبار أيضا عن مواجهات مع مقاتلين من حزب الله وشائعات عن تدخل لوحدات من الجيش اللبناني في قصف ومواجهة تجمعات للمسلحين هناك. ضيفنا في نهاركم سعيد اليوم الناشط السياسي الأستاذ أمل أبو زيد، ومعه نناقش كل هذه التطورات. أهلا وسهلا فيك بالـLBCI. أهلا فيك، صباح الخير سيد بسام. صباح الخير لإلك كل المشاهدين. بدنا نشوف شوي حال السير على بعض الطرقات. نبلش عادة بأوتوستراد جونية صوب بيروت، منشوف دايما زحمة سير صوب الشمال بعد الملعب البلدي. الطريق يعني ما في عجقة سير. منطقة الدورة لحديث هلأ ما في أي زحمة سير. بولفار شارل الحلو عم نشوف شوية ضغط سير باتجاه الصيفي وسط بيروت وباتجاه المرفأ، ولكن باتجاه الكارنتينا الحركة طبيعية. ساحة ساسين بالأشرفية الحركة فيها طبيعية أيضا. شارع الحمراء ضغط سير مع توقف عند التقاطعات الرئيسية بشارع الحمراء. كورنيش المزرعة كمان ضغط سير كبير وتوقف عند إشارات السير. طريق المدينة الرياضية المطار ضغط سير باتجاه نفق سليم سلام وحركة طبيعية باتجاه المدينة الرياضية، وأخيرا مدينة صيدا الحركة فيها طبيعية أيضا. أستاذ أمل، يعني حضرتك عم بتتابع هيك شوية التحركات يعني التي يقوم بها مسؤولين لبنانيين وأيضا قيادات روحية لبنانية ولا سيما البطريرك الراعي اللي إلها علاقة بمسألة وضع المسيحيين في الشرق لا سيما بعد ما حصل في العراق. إلى أين يمكن أن تؤدي هذه التحركات برأيك؟ كل يوم البطريرك كمان رأي على الفاتيكان. صحيح. لحتى أنه يشوف شو ممكن ينعمل بهذا الموضوع. صحيح. بس يعني بظل إذا فينا نسميها لا مبالاة عربية وإسلامية ودولية، إلى أين يمكن أن تؤدي هذه التحركات؟ هو من المفروض أي تحرك عم بيقوم فيه البطريرك أو غيره من الناس يعني أنه يؤدي لأشياء إيجابية، خصوصا بعد الشيء اللي صار مؤخرا بالعراق. يعني صدفة انه انا رافقت وزير الخارجية الوزير باسيل بزيارة للعراق قبل ما سيدنا البطريرك يروح مع وفد البطريركي البطاركي يعني بنهار. صحيح. يعني احنا زرنا العراق، اجتمعنا بالعراق مع الرئيس الحكومي المكلف العبادي والوزير الخارجية كمان بالوكالة. هذا الموضوع كان هو الموضوع الاساسي، يعني موضوع انه المصير المسيحيين تحديدا والاقليات في الشرق، لأنه الشيء اللي صار بالعراق كان ملفت للنظر، يعني ما صار في أي تحرك فعلي إلا لما وصلت الأمور إلى المناطق الكردية اللي هي بتشكل مساحة إلى اهتمامات غربية تحديدا عامة وأمريكية تحديدا خاصة. هلا الملفت للنظر الشيء اللي سمعناه هنيك واللي انتبهنا له، هو بيقولوا إنه بالدستور العراقي في مادة 140 اسمها حق تقرير المصير، انه هالمنطقه اللي اسمها بالموصل وسهلينا واللي تعتبر المنطقه الرخوه هالكلمه اللي بيستعملوها المنطقه الرخوه، ليه؟ لانه جايه على حدود كردستان على اقليم كردستان وبالمنطقه بعيده عن المركز. من سنه 2003 تاريخ دخول الجيش الامريكي بتحرير مثل ما بيقولوا ان اسقاط صدام حسين بلشوا المسيحيين يدفعوا الثمن. ليش؟ في سببين كتير مهمين نحن بعاد شوي ما كتير بننتبه لهم، بس اللي بروح بزور بصير يعرف هذا الشيء يتلمسه. السبب الأول إنه المسيحي على طول ابن الدولة، يعني على طول بيمشي مع الدولة، إن كان اسمه نظام ديكتاتوري، اسمه علماني، اسمه ديمقراطي، بدك يسميه، كانوا ماشيين مع الدولة، والدولة كان رئيسها صدام حسين وكان عطيهم إلى حد ما بعض الامتيازات. كمان إلى سبب، تصور أنت إنه منطقة سهل نينوى في 1500 شهيد للجيش العراقي بالحرب اللي صارت، ان كان مع ايران او كان حتى على غزو الكويت، يعني جماعه قتلوا دفعوا دم بيعتبروا حالهم هن ابناء الارض، عراقيين 100% وغيرهم اذا عم نحكي بس هلا نحن عن المسيحيين.
الوضع طبعاً بلش يتراجع بال 2003 على أثر دخول الأمريكان، لأنه صار في عندك صراع سني شيعي على السلطة. بعض الشيعة دفعوا ثمن المسيحيين أنه كانوا قراب من صدام حسين، كان يعني بدأت الهجرة من بغداد إلى مناطق داخل العراق للبصرة، بعدين راحوا للموصل على المنطقة المحيطة بكردستان، اضطروا ياخدوا إذا بدك نوع من حماية من كردستان، من البشمركة، من الإقليم، من الأكراد. ما أنهم عارفين إذا هني تابعين لهون أو تابعين لهون، لهون اهتم فيهم كما يجب، ولا السلطة المركزية اهتمت فيهم كما يجب. يعني ما في لا إنماء ولا في مشاريع ولا في صرف مصاري عندهم ولا شيء، صاروا عايشين بمكان ما مش عارفين مصيرهم وين حقيقة. إلى الآن إجت ظاهرة داعش الأخيرة. ظاهرة داعش الأخيرة في إلى أسباب متعددة داخلية عراقية، إلى أسباب تتعاطى بموضوع يمكن المنطقة ككل، بلش من سوريا تتوصل لهونيك. تصور مثلا داعش صار في عنده 250 ألف كيلومتر مربع بيمتد من رقة تتوصل لمنطقة صار عنده دولة العراق. وعنده نفط، صار عنده دولة، عنده نفط، عنده جيش. يعني أنا بتذكر شو كانوا عم بيقولوا لنا، عنده معدات عسكرية، منا مسحة داعش، منا مسحة. كل واحد بيعتبر داعش مسحة، داعش مسحة بكون عم بيجافي الحقيقة، ولكن دفعت ناس ثمن، اسمهم المسيحيين، اسمهم اليزيديين، اسمهم الشبك، اسمهم الصائبة، هونيك عالم كلها هجرت وراحت. حتى السنة، وحتى حتى السنة، حتى السنة عم بقول لك، يعني حتى السنة في بعض المجموعات السنية يلي بتنصبها العداء كمان قتلون كمان ذبحون. انطلاقا من هون فيك تقول انت بالنهاية المجتمع السني مجتمع موجود والمجتمع الشيعي موجود، بس نحن كمسيحيين بهذيك المنطقة ليل، يعني في عنا خوف أكثر من الآخرين. أي تحرك نحن بنقوم فيه هو دعم معنوي ومطالبة منهم أنه يضلوا بأرضهم، أنه بس واحد يترك بس الزمن يطول خلص العالم مش اسمه الانتماء ببلش يخف. خد عنا بلبنان قديش صار فيه تهجير، بيقولوا انه عالم رجع، قديش نسبه العالم اللي رجعت؟ يمكن بيرجعوا بالويك اند، بس رجعه فعليه بعد ما صار رجعه فعليه. كيف بمنطقه مثل هنيك هني على طول بيقولوا نحن بهمنا شيء واحد اساسي، بدنا حمايه. ليش بالزمان الحماية مين بده يأمنها؟ يعني صحيح. الدولة المركزية العراقية قادرة أنه تأمن هذه الحماية؟ الدولة المركزية العراقية لما تقول بسبب الحق تقرير المصير ينعطوا نوع من نظام ذاتي، حكم ذاتي، حكم ذاتي مثل ما كردستان شكلهم المسلحة، يعني يكون عندهم هن بعض القوى المسلحة هن يقوموا فيها تحت شيء، يعني تحت مظلة الدولة أكيد إن كانت الدولة العراقية أو إذا كانت إقليم كردستان. ما بعرف كيف بدها تصير، أنا تصور مختلفين ببعضهم الدولة العراقية وكردستان هلا عم بيقتلوا مع بعضهم داعش، لأنه الخطر جاي على اثنين. يعني تصور ما بقى فيه جغرافيا، جغرافيا بين كردستان وبين العراق في داعش بالنص، يعني إنه المصلحة يشيلوا داعش ترجعوا يبحثوا بالأمور هذه كلها عن جديد لقدام. انطلاقا من هون الحماية بالزمان عملوا منطقة حظر جوي فوق كردستان الأمريكان والغرب كلهم. إذا صار هلأ حسب ما قالوا لنا هونيك بكردستان ممكن بأسبوعين ثلاثة يحرروا المناطق من داعش، يدعوا المسيحيين للعودة، مين بيضمن لهم أنه ما داعش ما ترجع؟ مين بيضمن لهم أنه ما يصير في بعدين مشكل إضافي، سوء تفاهم جديد بين الدولة المركزية وإقليم كردستان يدفع المسيحي ثمنه؟ انطلاقا من هون الشيء اللي سمعناه هونيك من المسؤولين السياسيين اللي عم بيحكي أنا المسيحيين كأحزاب مسيحية، من الرئيس البرزاني، من الحكومة العراقية، أنه لازم نعمل شيء خاص بحماية دولية. ما بيكفي القرار 2170 اللي عمله مجلس الأمن، أوكي نعمل قرار تحت فصل السابع أنه داعش بده آلية تنفيذية، بده آلية تنفيذية عليها بالتمويل، يعني بالضبط. يعني المشكل وقع، كيف بدك أنت ترجع تخلي هالناس ترجع، إن كان المسيحي أو حتى الشبك أو حتى اليزيد أو حتى السني والشيعي اللي هجر من هالهجمة الكبيرة، بدك تلاقي صيغة جديدة تقدروا تحمي هالناس، تروح على أرزاق أو تشتغل بدون ما يكون في عندها خوف، ما يكون عندها تبعية مطلقة لهالفريق أو لهالفريق. هذا الهاجس الكبير اللي لازم ينشغل عليه. بتصور سيدنا البطرق سمعوا وقت زيارته مع البطاركي مثل ما نحن سمعناه كان بالدولة المركزية ببغداد أو سمعناه من المسؤولين بكردستان. هاجس فعلي وخوف، لأنه كل يوم عم بيتأخر المسيحي عم بيترك. طب إلى أي مدى يعني قادة هذه الكنائس الشرقية والمسيحيين في لبنان، يعني هن يمكن بعضهم بالمنطقة الوحيدين يعني بعد بيتمتعوا بهذه الحرية بالحركة وبهذه صحيح. الحرية بالتعاطي مع هذه الملفات، إلى أي مدى يعني يستطيعون التأثير في يعني الدول التي يفترض فيها أن تأخذ هكذا قرار، أو أنه بحماية هذه المنطقة التي قد تحصل على الحكم الذاتي من قبل يعني من يجب أن يحميها؟
في عندك في تأثير معنوي وتأثير سياسي. مثلا اجتمعنا بالمفرد البابوي اللي كان صدفة موجود بكردستان ومنحكي هذا الحديث أمامه من المسؤولين الكنسيين اللي هن تهجروا أهليون، وكان موجود كمان وزير الخارجية بسير وعم بيحكوا بهذا الموضوع انه في مسؤولية معنوية أدبية معنوية وسياسية. الفاتيكان قادر يلعب دور على صعيد أوروبا والغرب، لأنه مش مسموح بهالفترة بالقرن الواحد وعشرين يصير في انتقال ترانسفير تهجير عالم من محل لمحل لأي سبب، بس لأنه هن منن يعني منن مؤمنين بالشيء اللي عم تفكر فيه داعش. هلا هن يمكن المسلم اللي مش معهم بيقتلوا مثل ما بيقتلوا المسيحي، انه مثل ما قالوا لنا هونيك انه المسيحي خير، يعني على القليل عنده خيار بعكس السنة أو الشيعة اللي مش ماشي معهم. يعني انطلاعا من هون في عندك ضغط دول اللي لازم يتمارس على الصعيد الإعلامي على الصعيد الدبلوماسي، لأنه الغرب لازم يوعى بقى أنه الشيء اللي عم بيصير إفراغ المسيحيين من منطقة الشرق لمصلحة مين عمليا؟ لمصلحة الدولة اللي اسمه اليهودية اللي عم بيقولوا انه هذه لازم تكون اسرائيل بس دولة لليهود، انه والخلق المشاكل الدامية بالمنطقة قد يكون هذا السبب المباشر من وراها. هل نحن قلنا مصلحة فيه؟ اكيد ما قلنا مصلحة فيه، لا نحن كمسيحيين ولا كأقليات اخرى. يعني عندك اقليات متعددة بهذه المنطقة، اذا بلشوا فينا بدهم يوصلوا لألون. انت رأى انه ما بيكفي انه بس ينزلوا للغرب للمنطقة تبعنا، انه منطقة برميل نفط فيها مصالح سياسية اقتصادية وفيها وجود بشري من عمره من عمر التاريخ، لازم الفاتيكان على طول يشتغل وعنده الإمكانية. أنا بقول أنه المفرد البابوي كان أحد الكاردينالين نسيت اسمه، يعني أنه تعهد أنه الفاتيكان يقوم بهذه العملية، وحتى اللي صار بمجلس الأمن لما أقر 2170 كان الفاتيكان له دور غير معلن بهذا الموضوع، ولكن متملت قبل شوي ما هي الوسائل التنفيذية تقدر انت تيجي تقول والله انا بدي رجع هدول الناس احميهم بمظلة دولية امنية وسياسية كثير مهمة، والا في عندك مشكلة كثير كبيرة. ما في عندك سلام داخلي، ما في سلام داخلي بصير. طيب يعني عم شفنا احنا انه ما يحصل في العراق ما يحصل في سوريا، وشفنا كمان يعني بوادر سلبية في لبنان، نعم كان اخرها احداث عرسال. هل تعتقد بأنه فعلاً لبنان مرشح أنه تمتد له هذه الظاهرة، يعني ربما بشكل أخف مما هو موجود في سوريا وموجود في العراق؟ هلأ وجود داعش لما بقولوا دولة الإسلام في العراق وبلاد الشام، هل نحن نعتبر من بلاد الشام أو لا؟ بالضبط، يعني هن عم بيعلنوا هيدا الرغبة تبعيتهم. الفرق يمكن الفرق انه لبنان بتركيبته الديموغرافية، لبنان بتركيبته يعني هالمجموعة الاقليات الموجودة فيه والنظام الموجود فيه يمكن ما بيسهل لداعش انه تفوت مثل ما فاتت، مثل عند البيئة الحاضنة الاساسية اللي بلشت بسوريا وانتقلت للعراق. هذا ما بيمنع انه هناك بعض البيئات كانت القبلانة داعش او بتقبلها على اساس إذا بدك بعض الإيمانية الإسلامية بموضوع أبو تيمية اللي هو الرافد الأساسي الدافع الأساسي لنظرة الإسلام عند داعش، نظرة خاصة فيهن هذه. ولكن هذا هل يا ترى بلبنان قادرين يمتدوا؟ عندهم الخطة اللي صار بعرسال، الجيش قدر صمد وقدر ردهم، بتقلي محاولاتهم بتكفي أو لا؟ أنا حسب ما تعلمنا منهم حسب ما التاريخ الحديث بخبرنا أنه عندهم إمكانية على طول يكفوا، عم بيحاولوا محاولات بلا على طول ده الموجودة. نحن بدنا نصدهم أمنيا سياسيا بالتضامن اللبنانيين، لأنه هالخطر طبعا بيمتد على كل لبنان، مش بس علي أنا كمسيحي، على السنة قبلي وعلى الشيعي وعلى الدرزي وبعدين أنا على المسيح، كلياتنا بالهوى سوا بنفس الجورة. ياما بدنا نتفق مع بعضنا تنواجههم خارج أي نطاق تباين بمواقف سياسية. طبعا عظيم، يعني اذا بدنا نعمل تقييم لهذا الموضوع اليوم، اذا انا بدي اجي اقول كيف بتقيم الاداء السياسي اللبناني يعني قبل احداث عرسال وبعد احداث عرسال، لا مواجهه هذه المشكله، لا مواجهه هذا التنظيم، لا مواجهه هؤلاء المتطرفين، هل كانوا اللبنانيين او المسؤولين اللبنانيين والقيادات اللبنانيه على المستوى المطلوب بهذه المواجهه؟ تسأل أي مواطن بجاوبك أكيد القيادات السياسيه ما كانت على مستوى المطلوب للمواجهه، لأنه مش ممكن الخطر يكون عن جارك ما يجي لعندك على دارك. يعني ببداية شو اسمه المعارك اللي صارت بسوريا بلش النزوح إلى لبنان، كلياتنا بنعرفه، يعني ما حدا كان مقدر أنه ممكن النزوح يصير 1.5 مليون، ما حدا كان فكرك أنه عارف أنه سوريا رح تمتد
الأزمة فيها، أو بعض الناس كانوا مفتكرين أبو ست سبعة أشهر نظام الرئيس الأسد بينتهي خلاص بيجي نظام آخر بسوريا. يعني ممكن واحد كان عم برهن على هاي، ولكن حتى لو الرهان على فترة قصيرة اللي فات كيف بدك تطلع، واللي فات اللي عندك على لبنان هل يا ترى كله إنسان يعني عادي مسالم، أو في ناس مسلحين ببعض المناطق اللي النظام قدر سيطر عليها عالم هربت؟ هيدا المصدر الأساسي اللي فات لعنا هو مصدر عدم استقرار. في ناس حكيت بهذا الموضوع إذا بتتذكر ببداية الأحداث، شو اسمه الوزير جبران باسيل بقلب الحكومة قال اتهم بشو بالعنصرية وغيره من هالناس اللي قالوا يا جماعة لا طولوا بالكم خلينا ندرس الموضوع بشكل شو انعكاسه السلبي على المجتمع اللبناني وعلى الاستقرار بلبنان. في عالم ما كانت قبلانة، واليوم بعد هالفترة اللي صارت المعالجة أو النظرة كيف واحد يدبر حاله، وصلنا لمنطقة لأحداث عرسال وأحداث الشمال اللي صارت ننساها اللي صار بالشمال ضد الجيش، ما كله في ترابط ببعضه. الحق على مين؟ الحق على الكل. ما فيك تجزئ الحق بلبنان، ولكن يلي بينادي بالبداية ننتبهوا للخطر اللي جاي، انه او اشار له اول مرة وتاني مرة وتالت مرة البعض قال لك انه هذا لا شيء، نحن عم في دفاع عن النظام بسوريا وفي كذا وفي كذا. هذا خطأ مميت اذا بدك ارتكب من بعض السياسيين بلبنان، وما زال يمكن لتاريخ اليوم بيحكي بهذا الموضوع بشوية خجل. شوية خجل، ولكن شوف انت شو النتائج اللي صارت. اليوم تقريبا الجميع اصبحوا مدركين لمخاطر ان شاء الله ان شاء الله. بس ولكن يعني هذه القصة كمان يعني بتترافق مع قضية اخرى. نعم. القضية الاخرى هي اللي بتقول انه لو لم يتدخل هذا الطرف او ذاك في سوريا لكان لبنان يعني على القليلة بمنأى، انه ما بدي اقول 100% بس انه كان بمنأى عما يجري في سوريا. ولكن تدخل هذه الاطراف ان كان حزب الله او ان كان جماعات متطرفة اخرى كمان استجلب الى لبنان النار السورية. هذا منطق عم نسمعه بهالفترة، يمكن لنا شي سنة عم نسمعه. صحيح اكتر معتبر هيك انه الحرب اللي صارت بسوريا كانت عم تصيب بكذا عصفور بحجر واحد، كذا عصفور بحجر واحد. هل يا ترى نحن اذا قلنا انه تدخل حزب الله بسوريا هو تدخل مطلوب او اذا بدك وطني كل العالم في اجماع عليه؟ اكيد ما في اجماع عليه، هذا شغلي محسومة يعني. ولكن شوف انت النتائج اللي ممكن كانت تصير بلبنان في حال حزب الله ما طلع على المناطق المحيزية للحدود اللبنانية السورية بالبداية. هي بلشت هونيك منطقة القصير اذا انا من مغلط، في تداخل لبعض الجغرافيا اللبنانية بالجغرافيا السورية، المواطنين اللبنانيين شيعة ومسيحيين، تنحكي الامور كما هي. صار في قتال هونيك مزبوط، دخل حزب الله هونيك. اي معارك بدها تصير بسوريا افترض النظام ما تدخل معه حزب الله وقدر اخذ هالمناطق المحازية، العالم المسلحة بدأت تتجه لوين؟ مش للبنان؟ صح ولا لا؟ كيف انت بدك تحمي حدودك اذا الجيش صار في مطالبات بنشر الجيش؟ نحن يا عمي معركة بعرسات كنا عم نقول الجيش ما عنده الامكانية يكفي فيها فترة طويلة، ما عنده المعدات العسكرية والزخير اللازمة حتى والعناصر البشرية المقاتلة، كيف بدي انا انشر الجيش كله على حدودنا بين لبنان وسوريا؟ مش قادر انا اقدر فوت بمعركة عسكرية كتير قاسية مع تنظيم مثل هيدا. تدخل حزب الله بالوقت اللي صار فيه يمكن كان بفترة معينة مطلوب، يمكن انا اذا بتفكر فيه كمان من منطق بس مسيحي بيقول لك انا ما كنت ضده. انتبه ليه؟ لانه في عم بدافع عن مجموعه بشريه مسيحيه مثل عم بدافع عن مجموعه بشريه غير مسيحيه بالمنطقه هناك. هل هو جر تدخل للاخرين او تدخل الاخرين هو اللي جره؟ بالحالتين في تدخل من الطرفين بلبنان، حتى نكون واعيين، ديريكت او انديريكت، مباشر او حتى غير مباشر. يعني هاي المقوله انه لانه حزب الله راح على سوريا اجوا شو اسمه المقاتلين جبهه النصره وداعش على لبنان، اللي بتحتمل التاويل برايي انا الشخصي، يعني لانه ما انه ناطين حزب الله تروح. اذا براسهم بلاد الشام والعراق بدهم يفوتوا لو صار شو ما صار، خصوصا اذا كان فين عندهم تميز معين وقبول عند بعض الاطراف. بس حزب الله يعني بطل مساله انه دفاع عن قرى شيعيه. صحيح. او قرى مسيحيه. صحيح. المساله صارت اكبر من هيك 100%. صحيح. صار التدخل الى جانب النظام. صحيح. حماية للنظام. صحيح. حماية لمصالح هذا النظام. صح. وهون كمان زاد الجدل من قبل بعض الفرقاء السوريين ولا سيما جبهه النصره. بدون شك. الدوله الاسلاميه وغيرها انه نحن سننتقم من حزب الله في لبنان لانه يتدخل في سوريا.
طبيعي انهم يقولوا هيك سننتقم من حزب الله في لبنان لانه تدخل بسوريا، لانه بدهم ينقلوا الصراع الى 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 مكان اخر ويخلوا الامور تتراكم بلبنان حتى يزيدوا الشيع السني او يعملوا خلاف اضافي عسكري بلبنان. موجود بين السني الصراع الصراع السياسي موجود، ولكن نحن حتى المذهبي ما زالوا بعضه بالاطار الحكي احسن ما يروح على الاطار العسكري والامني. معليه كل عمره لبنان يكون في عنا يعني اذا بدك تبيونات بالسياسي. هلا بتقلي صراع مذهبي ايه موجود فعلي ما فينا ننكره، ولكن بعضه محصور تحت سقف معين ما عم بينفجر. يعني المسؤولين واعيين لهذا الموضوع، لو انفجاره بده يخسر اثنين ما حدا رح يربح. بس اليوم اذا هيك واحد بيعمل مراقبه للاوضاع على الحدود اللبنانيه السوريه واللي صارت، انه حزب الله عندما قاتل في القصير دفع بالمسلحين نحو منطقه القلمون، وبعد ما قاتل في القلمون دفع بالمسلحين مش للداخل السوري، صحيح، دفع بالمسلحين نحو الداخل اللبناني واجوا صوب جرد عرسال. والمواجهه الوحيده اللي حصلت في بلده هي سنيه، نعم، لم تحصل لا في بلده شيعيه ولا في بلده مسيحيه، صحيح، يعني وكانه هناك من اراد بالفعل ادخال هؤلاء المسلحين الى لبنان. استاذ بسام بدي اقول لك شغله، لما انت بتكون بمعركه، انا ماني عسكري حتى احكي، ولكن واحد لما بيطالع وبيقرا الامور كيف هي عم تصير بالارض، باي معركه عسكريه خط الانسحاب بكون لوين؟ المنطقه اللي انت فيك ترتاح فيها. اذا انا عم بخسر معركه عسكريه بنسحب عن العدو اللي عندي اسمه النظام السوري، او بنسحب للخلفيه اللي انا عندي اياها مرتاح لها. هذا اللي صار معهم للمسلحين، انسحبوا للمناطق اللي هن عندهم تواجد فيها، انسحبوا للمناطق اللي هن بيعتبروا حالهم مرتاحين فيها. بعدين الجغرافيا بحد ذاتها كثير صعبه بالمنطقه هونيك، يعني كلياتنا بنقرا وبنسمع انه في عندك مناطق جرديه، في كهوف، في كذا في كذا. هذا الانسحاب الطبيعي، تصور انه هن يطلعوا من فليطة او يطلعوا من الالمون بمناطق من القصير يروحوا على على حمص لجوا. بس انه ليش ما اقفل الطريق عليهم باتجاه الاراضي اللبنانيه؟ يعني مين بده يقفلها؟ حزب الله اللي هو موجود على الحدود. طيب ما هو موجود بالمناطق محدده حزبه، مشكلتك وين؟ بنقول له لحزب الله انت كمان سكر الطرقات عليهم، بنقول له لا انت ما تروح تقتلون كمان، يعني هذا سيف ذو حدين. مش عارفين نحن شو بدنا نطلب منه لحزب الله كمان، نحن كدوله لا الدوله قادره تسكر حدودها، الدوله مش قادره، صحيح، ولا نحن اذا بس مش قادره لا يعني مش قادره لاسباب بس لوجستية عسكرية، أم مش قادرة كمان لأنه ما في قرار سياسي، لأنه إذا بتسكر الحدود بتسكر أبوج الكل. طبعا هي لا لأسباب قرار سياسي أكيد، ما في اتفاق على القرار السياسي. ضيف عليها الموضوع اللوجستي كمان، ما نكون واقعيين بهذا الشيء. الجيش ما عنده هالإمكانية، ما بيكفي أنك توقف عسكري تصفه على الحدود إذا ما أنك مهيئ له المعدات تبعيته تدافع عن حاله في حال صار في أي صدام عسكري. يعني صحيح كان ممكن انه حزب الله يقدر تقول لي تنشروا على مناطق، شو قادر ينتشر بمناطق اللي فيها سنة؟ ما انه قادر، ما راح يقبلوه. هذا الواقع بلبنان، يعني حتى لو كانوا ضمنيا ويمكن خيفانين، بس بقول لك انا ما بدي، مستعد على القليله هذيك ممكن اتفاهم انا وياك، ما بدي خلي حزب الله يجي على حدود المناطق السنيه، هذا الواقع. طب امام هذا الواقع يعني كيف السبيل الى حل هذه المشكله التي بدا يعاني منها لبنان؟ يعني اليوم في عندنا مشكله حاضره بعرسال، وهذه المشكله موجوده بجرد عرسال وقابله للتفجر في اي لحظه وفي صحيح. اي ساعه. صحيح. كيف السبيل الى معالجه هذا الموضوع؟ السبيل هل بواسطه القوه العسكريه؟ هل القوه العسكريه هي وسيله من الوسائل، التفاهم السياسي هو الاساس، وتحديدا بين تيار المستقبل وحزب الله. يعني هن المجموعتين الاساسيتين اللي اذا بدك اللي فيها الصدام الاساسي بالسياسي بين بعضهم وعلى الارض، مزبوط او لا؟ لازم تيار المستقبل وحزب الله يكون في نوع من الديالوج بين بعضهم. ان شاء الله بالشيء اللي عم بيصير هلا بزياره مساعد وزير الخارجيه الايراني للسعوديه، هالغزل اللي عم بيصير بين ايران وبين السعوديه، يكون في له نتيجه ايجابيه للبنان، يكون في نوع من مبادره اولى باتصال بين حزب الله وتيار المستقبل، اجتماع بين السيد حسن نصر الله والرئيس سعد الدين الحريري. نعم عظيم، هيدي اذا نجحت يعني يمكن ممكن تخلق تغيرات على الصعيد الداخلي بدون شك. بس هل هذه المبادره اذا نجحت لها تاثير على الدوله الاسلاميه، او لها تاثير على جبهه النصره، او لها تاثير على ما يجري في سوريا؟ لا، هيدي بدايه عم بحكي انا، هيدي تكون البدايه. والشيء الثاني، شئنا ام ابينا، إذا أنت عم تقاتل عدو، العالم كله هلا صار عم بيقول داعش خطر مش بس على منطقة الشرق الأوسط، خطر على أوروبا والعالم، صحيح؟ صحيح. حتى أمريكا عم تحاول عم تتعاطى بالملف أمنيا بطريقة غير مباشرة مع سوريا عن طريق موسكو وما بعرف أي دولة تانية.
بدك توصل لمرحلة تنسي أنت والنظام السوري اليوم. في خطر عليك وعليه، أنت بهمك أنك الخطر تقضي عليه حتى ما يفوت لعندك. مع مين بدك تتعاطى؟ بس لا مشكلة جميلة لأنه في أطراف مدنية ضد النظام السوري. معلش عمل لك التفاهم لما بصير، لما أنا في خطر قاعد ببيتي، هو عنده أوضة أنا عندي أوضة، البيت بده يتهدم علي وعليه، لا بدي اتحالف انا وياه واشتغل انا وياه حتى امنع الخطر. لا بدي اتحالف مع الشيطان اكثر من هيك. اذا بيعتبر سوريا او النظام بسوريا شيطان له مصلحه يتعاطى هويه، لانه شو بتعرف بكره؟ افترض بكره صار في اتفاق ايراني سعودي ووصلوا لمرحله انه لا يا اخي تعال نقول بسوريا بدنا نلاقي فورمولا معينه للتسويه، شو موقفهم هون بلبنان اللي رافضين يتعاطوا مع السوريين؟ هذا السؤال بده ينسال، ممكن نوصل عليه. لانه شو ليش ما هني من اليوم يبلشوا يفكروا بهذا الموضوع؟ هلا اذا التسويه بدها تصير مش ضروري التسويه تكون انه كلها على حساب المعارضه السوريه، لا مش ضروري النظام. فهمت انا بس بده يكون التسويه، بدك كمان النظام بيحضر في له دور. مش ممكن يقولوا يلغوا، لو بده يلغوا النظام كما كانوا مفكرين كانوا لغيه وخلصوا منه. اليوم عم بيحاولوا يستعينوا فيه حتى يقتلوا داعش. لو كان ظرفيا يمكن تقول لي لا بعد الخطه ماشي، بس انا ما فيني كمان غمض عيني واقول بدي جغرافيا بيني وبين سوريا والخطر اللي جاي علي بدا من هنيك. ما انا بدي احكي معهم. هلا بيقولوا انه اذا ما نطلق سراح شو اسمه المفقودين او الاسرى من الجيش من قوى الامن الداخلي، فيك ما تحكي مع سوريا اذا حاطين شرط بدهم يخلى سبيل 1500 مسجون بسوريا؟ كيف؟ ما قريناها بالجرايد بهاليومين ثلاثه؟ يعني بتصير واحد الموضوع بهالموضوع بتحكي، واكيد بمحل من المحلات اكيد بدي نسق، مش بس بدي احكي. هلا بمحل من المحلات اكيد في تنسيق امني بين الاجهزه اللبنانيه واجهزه صحيح واجهزه سوريه صحيح، ولكن كمان في اطراف لبنانيه بتقول لك انه كل هذه التنظيمات المتطرفة كان بأساسها النظام السوري، هو الذي خلقها، هو الذي غزاها، هو اللي أطلق يعني قادة موجودين فيها من السجون السورية حتى يجي يقول للغرب وأنا عم واجه إرهاب أقاتل إرهاب، وحتى يقول للمسيحيين أنا كمان أنا أقلية وأنا بحمل أقليات. هذا المنطق سمعناه كتير، بس أنا على طول بسأل السؤال بيني وبين حالي، ما لي حق أسأل مع الناس كلها. هدول الناس اللي كانوا عم بيحكوا هيك وين كانوا عايشين هن والسوريين قبل لما كان السوري بلبنان؟ ما كانوا حلفائه؟ ما كانوا شايفينه قبل؟ شافوه هلا؟ ما كمان السؤال يعني يلي بده ينتقد بيكون أو بده يشير لبعض الأمور، خلي يكون ما كان حاطط إجراي بالوحل، كانوا حاطين إجراي بالوحل مع النظام السوري قبل بلبنان. هذا واقع. ما فينا نعمل مثل النعامة، ما فينا نحط راسنا بالارض، بالعكس تقريبا كل الاطراف اللبنانيه بتتعاطى بهالطريقه يعني. بس لو كان مع هون شوي صارت هون شوي كانت هون صارت هون. لسبب واحد ما لازم يحكي بشغلات مثل هيدي، قد يكون عم بينحكى صحيح، ولكن في امر واقع انا موجود فيه كلبناني هلا بالخطر الداهم يلي مسيطر على المنطقه ككل. يعني تصور انت هذا الخطر. بعدين في سؤال كتير مهم العالم ما كتير بتنتبه له، ليش لما قطعوا راس الصحافي زميلك الامريكاني حطوه على اليوتيوب وبعد فترة قصيرة الامريكاني وقفوا عن اليوتيوب؟ ما كان قادر مثلا الامريكاني كل مناظر الرعب اللي كانت عم تعملها داعش كمان وقفها على اليوتيوب؟ برأيك في شي سبب كان حتى تركينا هالرعب والخوف بذهن الناس؟ والهن مش عم يلحقوا عليها لداعش يعني. فاذا وقف 100% يعني انا مثلا هلا عم بحكي عم بتذكر شغلي قالنا اياها مسعود البرزاني بخلال اجتماعنا معه، قال انه على 20 30 كيلومتر العالم بلشت تهرب، كانوا بعدهم داعش ما وصلوا. ليش؟ بس لأنه مش صورة، لأنه بس الصورة بحد ذاتها، لأنه الصورة يعني يصور هذا التنظيم، الصورة يلي بالزبط عم تشعر عنه انه هو تنظيم مرعب وهو تنظيم يقتل. صح، مين ما طلع قدامه بيقتله، مين ما طلع قدامه بيقتله. يلي قادر يطفي الضوء على هذا التنظيم اعلاميا كان ترك له الضوء مفتوح. بس اليوم شو وسائل التواصل الاجتماعي يا سيدي؟ ما كلها، ما انت بتعرف الفيسبوك قادرين يوقفوا، ما معروف كله مصدره وين، كله مجمع بامريكا، فيها ساعات بدها تسكره. يعني هل يا ترى كان بالماضي مسموح وهلا في قرار لانه الصحافي الامريكي وصلت لمرحله انه اتشوله راسه، انه هذا هالعمل العنفي الاجرامي اللي ما بحياتنا كنا نشوفه قبل انه هلا عم بيجوا بيعملوه، اخذوا قرار ان شاء الله هالقرار بيوقف داعش ان كان بالداخل وان كان بالخارج، نضل ماشيين كلنا فيه. كل الحروب كان فيها عنف وفيها عنف صحيح، بس ما كانش حدا يشوفها، بس ما كانش فيها ما في وسائل التواصل الاجتماعي مزبوط لايف ببعض الاوقات صحيح، بس انه حتى الحرب اللبنانيه كان فيها اعمال قتل واعمال تشنيع، بس ما كان في عنا الصور كلها نشوفها نحن يعني. صحيح ما كان عنا اياها. هذا بهدي اللي بزيد الخوف انه من اي شيء اذا صار في دخول من داعش عسكري على لبنان نقدر نحن نتصدى له بالوحده تبعنا بالموقف الواحد، ننسى كل المشاكل
الآنية الموجودة يتوحدوا السياسيين بين بعضهم القادة السياسيين على هدف واحد، منع داعش من الدخول وضربة بالاتفاق مع مع السوريين، وبعدين لحقين نقعد مع بعضنا على طاولة مستديرة ويحكوا بالموضوع الداخلي بلبنان، لحقين عليها هيدي. طيب خلينا ناخذ أول بريك أعلاني ومنتابع، نهاركم سعيد. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من الـ LBCI مع الناشط السياسي الأستاذ أمل أبو زيد. طيب يعني بهذه المسألة التي لها علاقة في داعش، عم بتقول أنه لازم يصير في توحد والتعاون مع سوريا لمواجهة هذه الآفة. طب هون على الصعيد الأمني، على الصعيد العسكري، شو رح يكون دور الجيش إذا الجيش ما عنده القدرة أنه يواجه هذا التنظيم؟ لا، نحن ما قلنا ما عنده القدرة، يمكن الكافية، عنده النية والاستعداد والجهوزية أكيد، ولكن الجيش بحاجة لعتاية تقدر يقاتل. عم تحكي أنت عن مجموعة منظمة، في يعني وعود من الدول الغربية أنه إن شاء الله أنه يجيبوا سلاح للجيش، إن شاء الله في الهبة السعودية وفي في على أساسا الجيش كان عطول عم بياخد عتاد وزخيرة، أو تحديدا زخيرة، ولكن الجيش بحاجة لمعدات حديثة تقدر يتعاطى مع مجموعات إرهابية مثل هاي. يعني أنا أحد الضباط الأصدقاء اللي هو يعني بيفهم بهذا الشيء بيقول لك أنه العديد تبع الجيش صار عم يعمل مهمة الجيش ومهمة الشرطة الداخلية كمان ببعض الأمور. يعني الأفضل الجيش يكون في عنده فوجين ثلاثة بسموهن rapid deployment، يعني تدخل سريع، عنده العتاد الأساسي يقدر يتدخل. ما في لزوم يكون عندك 50-60 ألف عسكري كرمال تعمل شغله مثل هاي. نوعيه الاسلحه ونوعيه الناس هي العسكري اللي انت بتدربه بتخليك تفصل بالمعارك الاساسيه. التجهيز بده وقت. قديش قلنا بنسمع بلبنان انه بدهم يصلحوا الجيش؟ انت بتتابع الاخبار هيدي كلها، ما مجلس شو اسمه لجنة الدفاع بنس نواب قالوا بدنا نعمل خطة خمسية حتى نشتري من الأسلحة للجيش وكذا وكذا وكذا، وقديش في إجا عروض من بعض دول بالخارج للتسليح. ولكن هذا موضوع سياسي كتير كبير بامتياز. يعني لبنان العسكر طبعنا الجيش طبعنا ماشي على دكترين غربي، معظم الأسلحة تبعيته 60-70% أسلحة أمريكية. إذا أجت روسية أو إيران قالت لك أنا بدي أعطيك، ما حدا رح يعطي ببلاش يمكن، ولكن افترض، طب هذا حتى تقدر تنتقل انت من مكان الى مكان بالذهنية بالعمل العسكري بده وقت، صحيح؟ انطلاقا من هون لازم الدولة تحط ضغط كتير كبير على اصدقائها بالعالم الغربي تبلشوا يجيبوا اسلحة مهمة للجيش اللبناني تقدر يفصل باي معركة بدها تصير. حرام على طول العسكر بفوت، اوكي ممكن الشهادة موجودة دغري لحظة تقول انا بدي فوت اعمل عسكري بالجيش او بالشرطة او بالقوى الامنية، ولكن مش حلو يروح رخيص. ومثل في هلا كمان في قضية المحتجزين، ايه طبيعي مش حلو يروح رخيص. هاي القضية يعني لحديت هلا لا في وساطات داخلية ولا في وساطات خارجية، وفي تهديد واضح كان من قبل داعش بقتل العسكريين. صح، هلا داعش بدها تستعمل كل وسائل الضغط تبعها، انه تقدر شو بدها تاخذ مقابل الضغط تبعها. قد يكون انه التواجد للنازحين السوريين ما حدا يتعاطى معهم بالمناطق اللي هن قاعدين فيها، انه في كلام مثل هيدا انه بدنا نرجع نظبط المخيمات وما حدا يتعاطى مع النازحين وما يصير في اعتقالات، بس في كلام اخر انه كمان بدنا موقوفين. حتى اول ما بلش الحديث بهالموضوع كان انه بدنا نعرف مصير الشيخ احمد الاسير واذا في امكانيه طلعوا برا لبنان. هل يا ترى هذا بيجوز كدوله لبنانيه انه كدوله لبنانيه تجي تقول والله انا بدي اتفاوض معهم لاخراج بعض الارهابيين من لبنان؟ الشيخ احمد الاسير في عليه مذكره توقيف او لا؟ قاتل الجيش اللبناني او لا الشيخ احمد الاسير؟ وراح لشهداء بمنطقه عبره. انت هالمنطقه منطقتك ومنطقه يوم نعرف كيف كنا نطلع وننزل، شو جو الرعب العالم كانت قاعده موجوده فيه هناك. طب بأي حق انه بدهم يقولوا انه احنا ما نطلع على احمد الاسير او غيره؟ مش بس عم نحكي عن الشيخ احمد الاسير. كيف بترجع العسكريين؟ بده يكون عم نسمع كنا بهالفتره انه في وساطات جديده بدها تفوت، لانه بنهايه الامر ما ممكن داعش او جبهه النصره ما يكون في عندها ارتباط مباشر او غير مباشر ببعض الدول الاقليميه الموجوده، ولا كيف نشأت؟ شو هذا هيك دغري يعني اجى من الكوكب من الفضاء وصل سمى حاله داعش؟ في عنده تمويله، في عنده تنظيمه، في عنده العسكر تبعه كيف كان عم بيفوت، في حدا بيأثر عليه؟ الافضل الامور تتعاطى فيها بالشأن الدبلوماسي الخفي السري، بسموها الدبلوماسيه السريه. ركز امبارح يعني رئيس الحكومه انه على ضروره التعاطي بهالموضوع
روية وبتكتم، خصوصي أنه المجموعات اللي عم نواجهها وصفها بأن لها لا دين ولا لون ولا بتعرف. مزبوط مزبوط. يعني إنه كمان سمعنا أنه ممكن يكلفوا اللواء عباس إبراهيم أنه يكون هو يتفاوض بشغلة مثل هاي. يعني التجربة بالماضي مع الرهبات مع لولا وأعزاز، مع العلم أنه الظروف كانت مختلفة بالكامل، ممكن تكون تنجح، ولكن هذا الشيء بده ينعمل بالسر. هيئة علماء المسلمين قالت له لرئيس الحكومة أنه يعني ليش هذا الموقف من عدم مبادلة الجنود بموقفين، انه شوفوا الامريكان بادلوا 5 من قاضي الطالبان بجندي امريكي، شوفوا الاسرائيليين يعني 1400 موقوف بعتقد مقابل جلعات شليط. نعم. انه طرحوا علي هذه المسألة. يعني هل يا ترى يعني مبادلة الصحافي امريكي بهلا هذه صارت اخيرا مع 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 جبهة النصرة، مع جبهة النصرة. اوكي، ولكن هذا الشيء بلبنان، امريكا دولة كبيرة، دولة عظمى امريكا، يعني التسويات او المبادلات بشغله مثل هيدي ممكن تقدر تقوم فيها، بس ما بتعرف اي ساعه بتجوا عم بيجيبوا هداك الشخص اللي خطفوه بيقتلوه. مع امريكا صرنا معودين على شغله مثل هاي. نحن لبنان فرجيل، يعني ما بيفلت من العقاب، ما بيفلت من العقاب مع امريكا. امريكا عندها امكانيه بتحرر شو اسمه الشخص اللي هي بدها اياه. وقديش في عنا امثله، هدول بتذكر يلي خطف الطيارة الأمريكية وخطف الباخرة، يعني أكيلو يمكن أكيلو لاورو بعدين وقتلوا الشخص اللي أخذوه بنص البحر. بس نحن قادرين نعمل شغلة مثل هاي؟ هل يا ترى نحن بلبنان فينا نعمل شغلة مثل هاي دي؟ أكيد جواب لا، أكيد لا. بعدين عدد هالناس اللي فاتوا على الحبس من يعتبروا إرهابيين ومحكومين من 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 قبل الدولة اللبنانية، او بعضهم يلي بعضهم ما راحوا للحكم، ولكن ما اعتبرتهم دولة جماعة إرهابية، اذا طلعتهم وين بدهم يروحوا؟ على سوريا؟ ما في يرجع يفوت لعندي على لبنان. طيب كمان بهذا الملف برزت ببعض المناطق اذا بدك هيك مسألة الامن الذاتي. نعم. خصوصي ببعض المناطق المسيحية. نعم. الحدودية امبارح امين العام 14 دار تتهم تيار وطني الحر انه هو وراء هذا التسلح، وانه هو وراء الدعوة للتعاون مع حزب الله بهذا التسلح، وبتتهمه انه عم بيحاول جر البلاد الى حرب اهليه في حال يعني كملت هذه القصه. شو ردك على هالكلام؟ انا سمعت البيان امبارح بالحقيقه. احد الاشياء يعني المسيحي بذهنه بخلفيته هو ابن الدوله، هيدي شغله معروفه عندنا. بعد الدوله موجوده بلبنان، القوى الامنيه هي قادره تحمي كل الناس، ما انه مضطر واحد يكون عنده حمايه ذاتيه. لا، بتقلي انه اذا من وقت لوقت صار في نوع من وجود لهالشباب قاعدين بهالليالي عم بيحرسوا مناطقهم ضياعهم، وين المشكله فيها؟ واذا واحد قاعد سهران، يعني هلا هون شو بدك انت بالمحلات العاليه البعيده؟ انت بتعرف حط فرده على جنبه، والسلاح موجود عند كل الناس يا استاذ بسام، السلاح موجود مع كل العالم، ما انه مضطر انا اروح اتسلح اشتري سلاح حتى اكون اقول انا في عندي سلاح. بس في خطر داهم، لما بكون عندك الخطر انت من مصلحتك انت اهل الحي مع بين بعضهم انه يعملوا مثل حمايه ذاتيه. انا بذكر صار في معنا حادثه جمعه الماضي، من حادثه لكن شغله بسيطه، جمعه الماضي كنا بروم قاعدين بروم المساء، اجت سياره سوداء تنتد يعني زازه شو اسمه داكن من جوا، تروح وتمرق بقلب الطريق مرة اثنين ثلاثة أربعة، شكوا فيها الشباب قاعدين سهرانين، شباب الأولاد الضيعة قاعدين سهرانين، وقفوها شكوا فيها. طلع إنسان من عنا من المنطقة، من منطقة الساحل بساحل الجزيرة، عم يطلع بيبرم بجزد بشغلة مثل هاي، بسيارة مثل هاي. فيك تمنع العالم إنه تقدر تدافع عن حالها بشغلة يعني بهاي، يعني يكون عندهم يقظة، لأنه ما بتعرف أي واحد بيجي بحط لغم، حدا بحط لك سيارة متفجرة، أو حدا بفوت بيعمل لك شيء عملية وبيطلع. بس هو يمكن الخوف إنه تروح هذه المسألة بإطار تنظيمي، يعني بإطار خلق مجموعات مسلحة تكون مهمتها بس هذه القصة. بشك. بوقت انه بالفعل مثل ما قلت انه الدولة بعدها موجودة، مش الدولة بعدها موجودة متقاعسة بمحل من المحلات، بس ولكن موجودة. انا هون بدي الفت نظر للشغلة، منطقة عرسال والمنطقة الجوار المسيحية سياسيا محسوبة على مين؟ مسيحيا. مش على القوات اللبنانية؟ مش بالضرورة فيها مين اجمالا بالقوات اللبنانية، بدنا نكون واعيين. لما صار حادث عرسال ما صارش في تحرك مع انه اتصال بين بعض الهيئات الاساسية الموجودة هناك مع الاحزاب تنحمي حالنا؟ بلا صار، بس ما عملوا مظاهرة انه انا حامل سلاحي وعامل ميليشيا كذا، بالعكس حماية ذاتية مع البلديات مع الشرطة البلدية، وهذا شيء طبيعي. بس انه كتنظيم عسكري بده يقوم فيه انا بشك. طيب ما حدا بيدعي لها مسيحيا يعني. طيب كمان بإطار يعني الكلام عن تحصين لبنان وتحصين الساحة اللبنانية مما يمكن ان يتعرض له،
اليوم في دعوة متكررة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد ما قطعت المهلة الدستورية، ولكن هناك عوائق دون انتخاب هذا الرئيس. نعم. إلى أين سيذهب هذا الاستحقاق؟ إلى رح يضل مسكر إلى أن يصير في اتفاق الإجراء قانون الإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية. اتفاق بين مين ومين؟ اتفاق بالحد الأدنى في عندك اتفاق بين المكونات اللبنانية، ولبنان هلأ صار معارفين أنه في تدخلات أجنبية إقليمية عربية وأجنبية من موضوع الرئاسة اللبنانية. بس بلش الأمور تنتهي بالعراق بتنسحب على يمكن على سوريا بيجي دور لبنان. بعده الوضع بلبنان لما انتخابات الرئاسة ما استوى. هذا شيء واقع. كنا حابين أنه تكون بس موضوع محلي يعني مع تدخل خارجي نسبته محدودة، ولكن هلأ فلت العرب. طب شو بيمنع أنه يكون هذا الموضوع موضوع محلي؟ يعني اليوم ما الذي يمنع كل الفرقاء من التوجه إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية؟ المانع معروف. شو هو؟ في موانع إذا بدك داخلية تتمثل بطلب من مؤسسات أو من أحزاب مسيحية أساسية أنه تكون أنا بدي كرئيس جمهورية هالمرة غير رؤساء الجمهورية اللي أجوا بالماضي. عظيم. هذا مطلب أساسي. كيف نجيبه هذا؟ بدنا أولا الأفضل أن يجي باتحاد موقف مسيحي. هذا الأفضل. يعني الموقف المسيحي لما بقول انا يتوحدوا الفرقاء المسيحيين يتوحدوا الفرقاء المسيحيين على شخص قوي تطلب المستحيل. بقولوا ما بيمنع ان تطلب لكن المستحيل بالنهايه ضلك قول انا بدي اياها مثل ما كان جوبلز بالزمان يقول، يعني تنوصل لحل. هو التالي الوجود المسيحي في لبنان اذا لم يكن وجود سياسي مشارك فاعل بالسلطه السياسيه كأنك عم تدوب حالك بإيدك. صحيح. بس اليوم ليس المسيحي وحده موجود في هذا البلد. 100%. يعني في الشريك المسلم السني والشيعي. 100%. 100%. والمسيحي كمان مش متفق على رأي سياسي. صحيح. طيب. أوكي. إلى متى يستمر هذا الفراغ بموقع رئاسة الجمهورية إذا لم تحل كل هذه الأمور؟ يا أستاذ بسام خلينا نفكر بشكل شوي هيك منطقي وعلمي. لما منقول أنه مجلس النواب بلبنان مش عم بيقدر يجتمع على شغلة إلى علاقة بموضوع دولة اسمه سلسلة الرتب والرواتب على شغلة بسيطة مثل هاي، إذا الأحزاب السياسية أو القيادات والزعمات السياسية مش عم تتفق مزبوط. لشو بعد في عنا مجلس نواب؟ فسر لي. إذا مش متفقين لانتخاب رئيس جمهورية ما نروح بنشتغل على هاي وبنترك الأمور التانية الحياتية؟ كمان رئيس الجمهورية أساسي بلبنان. بس كمان مجلس النواب لما بتوقع أنت بإمباس بحيط مسدود إلى أي مدى بدك تدوم؟ هاي مش أول مرة بتصير الحيط المسدود. وقت حكومة الرئيس السنيورة كمان سكر مجلس النواب مدري قديه وما في سلطة تقول أنا هذا مجلس النواب بدي حله. شو بتعمل ساعتها أنت بجو مثل هذا؟ يعني اليوم إذا التقى مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية، يعني النتيجة ستكون انتخاب رئيس جمهورية ضعيف؟ مش أنا بدي أقول لك كان شو يعني رئيس جمهورية القوي؟ هذا السؤال. وشو يعني رئيس جمهورية ضعيف؟ أثبتت التجربة من بعد اتفاق الطائف إلى تاريخ اليوم أنه عم بيجي عطون رئيس جمهورية تخريجي بنسميها مع احترامنا. عظيم. تخريجي ما عم تعطي الهدف، مش عم تخليك أنت كمسيح تكون شريك فعلي، هذا اللي أنا بدي لك إياه بالممارسة السياسية اليومية. صحيح أنه لبنان مش كله مسيحي، رئيس جمهورية يمثل جميع اللبنانيين بده يشاركوا الكل فيه، بس مثل ما أنا كمسيحي عم شارك باختيار الرئيس السني القوي الذي يمثل والرئيس المجلس النواب الذي يمثل، وحتى ليش مش مسمح لي أنا كمسيحي أن يختار المسيحيين رئيس جمهورية الذي يمثل؟ بس كيف أنا أختاره؟ بخي عندك مجلس النواب مين أكتر واحد يمثل المسيحيين؟ شغلي بسيطة. رئيس سعد الدين الحريري. هيك بطلت يعني هيك بطل انتخاب. يعني هيك صار انه اذا انا او حدا حيلا تاني بيمثل هو الأكترية، معناتها فاذا هو يعني تلقائيا لازم يكون هو رئيس جمهورية، او تلقائيا هو لازم يكون رئيس حكومة، او تلقائيا لازم يكون هو رئيس مجلس نواب. ليش مش هيك صارت بمجلس النواب؟ اليوم في ليش حضوري انا بكون غير هيك؟ ليش بسموه انتخاب ساعتها؟ هلا بلبنان شو بتحكي لي بانتخاب؟ من كلياتنا بنعرف في فرق بين الانتخاب والاقتراع، التصويت والاقتراع، ما كلياتنا بنعمل مثل تسوية بفوتوا بصوتوا بيقولوا هذا الرئيس الجمهورية، بنعرفه قبل. ما نحن بنعرفه قبل، انطلاقا من هون اللي بدك تتغير. يعني ما في شيء تغير بيكون، إذا رئيس الجمهورية نحن بنعرفه قبل إن كان قوي ولا إن كان ضعيف، وطريقة وصوله إلى سدة الرئاسة عم بتكون طريقة فيها 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 تسوية وفيها اتفاق. لا بس هون أنت بتكون عملت شيء كتير مهم وأساسي، إنه لما بيعملوا الاجتماع ببكركي الزعامات المسيحية الأربعة الكبيرة، على شو اتفقوا؟ مش على رئيس عنده مواصفات ضمن حدود القوي؟ طب ليش ما بينقوا واحد من الأربعة؟
بدك تقنعهم ينقوا عبد الناصر يا سيدي. بدي اقنع مين؟ هن لا بالعكس القاضي الاربعة بدك تقنع، بدك تعمل كتاب. فاذا نروح خلينا نروح على التصويت من الشعب مثل ما كانوا عم بيطرحوا من يومين ثلاثة التيار الوطني الحر. لما مجلس النواب مش قادر، ما في اتفاق، ما هيك 128 نائب بدهم يصوتوا عنه. طب بتركيا ما صارش في مشكل مثل هيدا، المجلس النواب اجتمعوا كذا مره ما مشي حاله، راح تصويت للشعب. بس انا اللي عم اقوله، اليوم في دستور موجود، هذا الدستور بعده ما تعدل عال 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 مثل ما هو صحيح. واليوم اذا التيار الوطني الحر عم يطرح تعديل الدستور لانتخاب الرئيس من الشعب صح، وما في قبول بهذا التعديل صح، شو بنعمل؟ عال مثل ما في قبول بهذا التعديل، انا فيك تمنعهم يطرحوه؟ لا مش ما راح عم يطرحوه للتداول حتى يشوفوا هذا حل، حتى يخرج العالم كله من المشكل الاساسي. هذا حل عم يطرح التيار الوطني الحر، حل ممكن الناس تكون معجبه فيه ممكن مش معجبه فيه. على ارض الواقع بنهايه الامر النائب اللي بده ينتخب رئيس الجمهوريه ما هو من هالناس اللي الناس عم تنتخبه، ما صح ولا لا؟ صح. بس يمكن الخيار هونيك بيصير واسع اكثر، أكثر ما يكون محصور باثنين ثلاثة أو خمسة أو عشر نواب، هني بالنهاية قرروا مين الشخص بده يكون رئيس جمهورية. بس أنت حط لي كرايتيريا، إن كان بالطلب من التعديل عم بيقولوا خليكين في مرشحين اثنين مارونيين، ينقوا واحد من هدول يكون في خمسة يربح اثنين، ياخذوا أول اثنين اخدير، ما هدول اثنين يطلع واحد من رئيس جمهورية. ما بتكون أنت حددت مواصفات رئيس جمهورية تبعك الذي يمثل مسيحيا ولبنانيا بعدين؟ ينزلوا اثنين على مجلس النواب، ينزل العماد العام والدكتور جاج على مجلس النواب وتصير انتخابية. شو بيضمن لك إنه تصير عملية انتخابية يجي واحد منهم؟ ليش قدام نواب شو بيضمني؟ انا بدي اضمن يا استاذ بسام في نواب يا استاذ بسام يقولوا خي يقولوا نحن بدنا ننتخب. يا استاذ بسام انت عارف انه هذا الشيء لو مش مضمون. عنده حلفاء، لو كان عنده حلفاء مش مضمون، انت بتعرف انه مش مضمون. هلا اليوم 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 الدكتور جاجا ما في يضمن تيار المستقبل، والعماد العام ما في يضمن حزب الله والرئيس بري. انا بقول لك انه في ناس ممكن يضمنوا، بس في ناس ثانيين من بيعتبروا انه لا في احد يصطفل. لا ما فينا نعمل. شو بتكون عملت نتيجتها؟ رحت على مجلس النواب ومن الاخر انه ما حدا منهم عمل رئيس جمهوريه، اجي انا شخص ثالث. طيب انت ما بتعرفه، ما بتشوف انه الامور رايحه صوب شخص ثالث؟ ممكن ايه ممكن لا، بعده حسب ما قلت لك انا في ظرف دولي. الظرف الدولي لم يتبلور بعد حتى تيجي تقول انا بقول في عندي شخص ثالث. لانه امبارح مثلا انا سمعت كلام من النائب علي بزي بيقول هلا مش عم بقى مبرم على اسم، عم مبرم على ملء الشغور بموقع الرئاسه. شو ملء الشغور ده؟ هني صار رئيس جمهوريه يعني من ملء شهور مثل شرابة خرج يعني بده يكون بالدولة اللبنانية؟ لأنه عم يجوا بيشوفوا أنه يعني امبارح كان واضح الرئيس تمام سلام بكلامه أنه في أخطار تواجه لبنان سياسية وأمنية واقتصادية، والباب لتفادي هكذا أخطار بانتخاب أول شيء رئيس للجمهورية. لا مش مسمح لنا بقى ننتخب أي رئيس للجمهورية، بده يكون في عنده دور أساسي محوري بقلب الدولة اللبنانية، على الرغم من أنه الدستور الطائف محدد له من صلاحياته، ولكن إذا أنا بدي يكون أعتبره حكم ما بدي أعطيه صفيرة. إذا الصفيرة مش عم بقدر بعطيه إياها كيف بده يكون حكم؟ عنده صلاحية مهمة يا خي. شو الصلاحية العبوية؟ بس هو يستخدمها رئيس الجمهورية. عنده بعض الصلاحيات، يستخدم صلاحيته بتشكيل الحكومة. ايه ما عم يستخدمها كان بصلاحيته بتشكيل الحكومة، ما حدا ولا رئيس استخدمها بتشكيل الحكومة. وقال لك كيف صار في عنا حكومات؟ لكن لا صار عنا حكومات، بس ما كان الادوار اللي مارسوها رؤساء الجمهوريه يعني ادوار فاعله بهذا الموضوع. ايه ضمن حدود اوكي معك انا، ولكن عنده بعض الصلاحيات بقدر يمارسها، ولكن حتى يكون هو فوق الجميع بده يكون عنده صفه تقدر تخلي العالم تحترمه وتخلي دوره. مين تتوفر في هذه الصفه اليوم؟ ما معروف مين العالم هلا بمين عم بيحكوا برئاسه الجمهوريه. عد لي كم اسم في موجودين. اربع خمس اسامي هودي هن هدول هلا الاسامي المطروحه. انا اذا بتسالني رايي مين اللي انا شخصيا بحبه انه يكون رئيس جمهوريه، معروف جنرال عام لاسباب متعدده، انه البلد وصل لمرحله بدك تكون شخص قادر يقعد ويلم يجمع الناس بين بعضها، وشخص عنده الخبره السياسيه التاريخيه لحد اليوم، عنده علاقه مع مكون اساسي كتير مهم اسمه الطائفه الشيعيه، وتحديدا مع علاقته مع حزب الله مع الرئيس بري، وانفتح على تيار المستقبل بشكل مباشر عم بيحكي مع الرئيس سعد الدين الحريري. كيف بدك تجمع هالقطبين الكبار المسيحيين هن السنه والشيعه الا ما يكون في عندك شخص مسيحي
موثوق من قبل الطرفين يقدر يجمعهم مع بعض ويريح هذا البلد. طيب اذا لم يكن للعماد عون حظ بالوصول الى رئيس الجمهوريه، ساعتها هو بيقرر مين بده يرشح؟ ما بعرف انا من انا منش من لاني نايب ولا من الناس اللي بحق لي سمي يعني مين بده يكون طرف ثاني. فكرة ممكن تصير نايب. يا هذا الموضوع انا هذا مثل بقوله للمستقبل، من يقدر يمكن اي يمكن لا كمان. هلا نحكي فيه. طيب بس كمان في امر كتير اساسي انه اليوم عم ينحكى بانتخابات نيابيه. نعم. يعني الطرح بيقول انه ما فينا نعمل انتخابات نيابيه قبل انتخاب رئيس الجمهوريه. ما عم بقول لك اذا بدنا نعمل انتخابات نيابيه قبل رئاسه الجمهوريه وعارفين حالنا نحن، انت هلا مأمن في انتخابات نيابيه؟ مسموح هلا انه في تمديد. هلا في ناس ضد التمديد اكيد من موقف مبدئي انه راح بس بالنهايه التمديد بده يصير. فتوى يعني مثل ما لقوا الفتوى من سنه انه مددوا السنه 5 أشهر قبل، راح يلاقوا الفتوى هلا يمددوا على 2 سنين و7 أشهر لاكمال المده. معظم الاطراف إلى مصلحه يضل الوضع بالبرلمان مثل ما هو بمعظمها. يعني لن تكون لا انتخابات رئاسيه ولا انتخابات نيابيه. انا هلا بالمدى المنظور مش مبين في انتخابات نيابيه ورئاسيه قريبه. هلا الظروف بالرئاسه تتطور بشكل كتير سريع، بتعرف انت المواضيع الاقليميه اساسيه بالنسبه لنا نحن بموضوع الانتخابات. قلت لك اي تقارب ايراني سعودي للاسف هذا الواقع تبعنا ممكن ينسحب على شيء له علاقه بالانتخابات رئاسه الجمهوريه بلبنان. للاسف هذا واقع. طب وقت بوجه البطريرك الراعي هذه النداءات انه لانتخاب رئيس الجمهورية وذهاب الى مجلس النواب، يعني الا يدرك البطريرك الراعي انه في هذه الظروف تمنع انتخاب رئيس الجمهورية؟ طبعا اكيد البطريرك الراعي بيدرك، ولكن في موقف مبدئي عند البطريركية المارونية المطالبة دائما بانتخاب رئيس جمهورية، لانه وجود رئيس جمهورية وجود فاعل واساسي لازم يكون بالدولة اللبنانية. حتى سيدنا البطريرك بس عم بيحمل المسؤولية للنواب، انه في نواب مش عم بيروحوا على البرلمان. ما بيقدر ما يحمل مسؤولية لحدا، بس انه هلا النائب اللي عم بيروح على البرلمان نائب يلي ما عم بيروح على البرلمان، كل واحد عنده وجهة نظر، ما فيك تمنعه يكون عنده وجهة نظر كمان فيها. يمكن اثنيناتهم كل واحد عنده وجهة نظر حق. كل واحد عنده وجهة نظر صحيحة يعني. ايه؟ اللي بيروح عنده وجهة نظر صحيحة واللي ما عم بيروح عنده ايه؟ وجهة نظر. اكيد ولا عنده حق انه ما يروح حسب القانون، عنده حق. لا ما في شيء الزامي، مش ما في شيء الزامي. ايه؟ بس في 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 شو بيقولوا يعني تاريخ في ولايه في استحقاق بينتهي مداد دستوري. لك يا يعني استاذ بس واجب النائب ان يذهب لانتخاب رئيس جمهورية. واجب الناس ان يذهب الى انتخاب رئيس الجمهوريه، ولكن نحن ناسيين القصه انه والله انا مش طالع على بالي يوم انتخاب رئيس الجمهوريه. لا مش طالع على بالي يوم مش قصه واحد مش طالع على باله في امور مبدئيه. بعدين نحن العشو من نحن مثل ما بيقولوا كنا حابين نصير في انتخاب رئيس الجمهوريه قبل 25 ايار. هذا الشيء الطبيعي، ولكن الظروف اللي كانت موجوده بالماضي وبعدها لليوم عم تتراكم عم تمنع الانتخاب. وبعدين انه طيب بنهايه الامر انه الانتخاب الرئيس يعني كمان ما لنا مسحه انك تيجي تنتخب انت رئيس كيف ما كان. معلش اسمحوا لنا اخواننا ما عادتش القصه. طب بكره اذا بوجود هالمخاطر عم بتهدد اجى رئيس كيف ما كان شو بتعملوا؟ لحظه، انا برايي ما راح يجي رئيس كيف ما كان، انا برايي متواضع الشخصي. بهالمخاطر المتواجدين فيها اللي عايشين نحن بالمجتمع بالمشرق ككل، وتحديدا على الاقليات وبنوع اخص المسيحيين، الا يجدر فينا نقعد بين بعضنا ونقول يا عمي نحن الوجود المسيحي بلبنان المحترم والمتميز، لبنان رئيس الجمهورية المسيحي الوحيد، مع خبر انه بزيارتنا للعراق بيعتبروا انه وجودنا نحن هون كل ما نحن كنا هون موجودين ومشاركين بالسلطة وفعليين وقوايا، هني بحسوا حالهم قوايا. هذا شيء واقع. لا يمكن لانه تمثلوا فينا اكلوا الضرب. لا يمكن بس عم يتمثلوا فينا هلا بالشيء الايجابي ان الله راد. انه هذا الموضوع في شيء نفسي. في شيء نفسي كمان نحن ما لازم ننساه. في شيء نفسي بس في شيء نفسي انه هالانزلاء يمكن لانه الصورة واصلة مغايرة شوي لعندهم. لا بالعكس. إنه بالعكس بيعرفوا كثير منيح، بيعرفوا كثير منيح. بيعرفوا الحقائق يعني. بيعرفوا الحقائق، وتروح بتلاقي صور زعمائنا موجودين عندهم كمان مثل العادي، يعني مثل ما مرة رحنا على قبرص شفنا صور زعمائنا ببعض الضيع القرال شو اسمه؟ كورماجيتي. ايه برافو عليك. بمبنى البلدية. صح برافو عليك. بقى هذا الشيء لا عندهم اياه هن موجود. بقى انطلاقا من هون خلينا التسرع
والاسراع مثل بقول. وبعدين انت مين قاعد انه سيدنا البطرك ما بده رئيس ضمن المواصفات اللي اتفقوا عليها ببكركي؟ هل هو عم بيطالب بشكل انه خلينا ننزل على البرلمان ويكون في مرشحين وتبلش يتنافسوا المرشحين بين بعضهم، واذا بعدين بقي اثنين وما قدروا يوصلوا هالاثنين بنتفق على واحد نقدر نوصله على رئيس الجمهوريه؟ هذا كلام له اليوم. بسم الاب والابن والروح القدس. وهلا نحن عم نفسر بسم الاب والابن، في الروح القدس كمان. ما هو في سيدنا مثل ما بتعرف انا عضو بمؤسسات بطريركيه، بنقعد بنحكي نحن وياه، مش من احنا وياه. المطالبه بانتخاب الرئيس لازم كل يوم واحد يطالب فيها، ولكن كيفيه الفعل موضوع اخر. طيب بس استمرار هذا الفراغ لهذا الوقت الطويل ومن مش ممكن يستمر كثير بعد تمديد لمجلس سبع شهور. اذا في تمديد لمجلس النواب سنتين وسبعة اشهر، ايه بس بدهم ينتخبوا رئيس بس يتفقوا انه مددوا مجلس النواب، ساعتها بيجيهم الوحي بيعملوا انتخابات رئاسيه. لانه سبع شهور انطرنا تنتخبنا الرئيس ميشيل سليمان، هلا قلنا 92 93 يوم. بابا معلش يعني افضل انا انتظر ولكن اوصل للشيء اللي بدي اياه. طيب ما هيك مره صار في انتظار، واليوم في فرقاء سياسيين بتقول انتخبت الرئيس لميشيل سليمان وكان غلطه بوقتها. ايه بس يعني الواقع طيب يا سيدي الواقع في عندك الواقع الظرف اللي صار فيه انتخاب الرئيس سليمان يختلف عن ظرف اليوم. مثل ما قلنا انه رهبات معلولة والمختفي اعزاز مثل المحتجزين اللبناني العسكر اللبناني مع داعش والنصرة، يعني ما في خوف من الشغور بالرئيس؟ بالعكس الجمهورية. بالعكس لا بده يكون في خوف. في هلا على القليل بالحد الادنى، بالحد الادنى الدولة لازم تمشي بثلاث رؤوس، اكيد كلياتنا متفقين عليها. في عندك حكومة من جميع الاطراف باستثناء القوات اللبنانية ولكن موجودة عم تشتغل بالتوافق والوفاق. طيب مرقوا هالمرحلة تصير في اتفاق نهائي لانتخاب رئيس جمهورية. مش ممكن يضل بلد بلا رئيس جمهورية. ما هو عم نقول مش ممكن يضل بلد بس بعدنا ما قطعنا المراحل الخطرة. بس ولكن انه 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 يعني صارت القصة مثل انه او رئيس جمهورية كما نريد من هذا الطرف او من ذاك الطرف، او انه ما في رئيس جمهورية. رئيس جمهورية نريده مش ضروري من هذا الطرف او من هذاك ابدا، ولكن رئيس جمهورية ضمن مواصفات محددة لدور المسيحيين وتحديدا رئيس جمهورية في العالم في بالعمل السياسي بلبنان. والمسيحيين اجمالا ان كان برئاسة الجمهورية وكان بقانون الانتخاب والمشاركة الفعلية. يعني خلص بيكفي بقى نضل نقول نحن انه نحن البلد مكون وكذا وإلنا دار مسيحي، دار مسيحي مهمش وما نضحك على بعضنا. يعني كان لو ما هالفترة الأخيرة من يمكن خمس ست سنين أو سبع سنين صار في تفاعل جديد للدور المسيحي بلبنان، ولا وين كنا؟ وين كنا؟ بس حتى كل هالتفاعل اللي صار شو حقق؟ بالعكس كيف شو حقق؟ بالعكس حقق. انت هلا في عندك وجودك اليوم وتعاطيك مختلف عن الاول بكتير، في لك قرار، في لك مشاركه بالقرار فعلي، في لك قرار فعلي بالمشاركه يا استاذ بسام، مش مثل ما كنا قبل. معليه بعد اتفاق الطائف لتاريخ يعني هالحكومات اللي عملوها باتفاق الطائف والمشاركه اللي كانوا يحطوها يشتغلوا فيها كانت بتعكس بس شو 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 يعني شو عم بيحققوا المسيحيين بادارات الدوله؟ شو عم بيحققوا بالقضايا الكبرى؟ يعني بالقضايا الكبرى وبادارات الدوله القرار مش عم بيكون بير. لا بالاقل في عندك حلفاء لك عم يتعاطوا معك، حلفاء عم يتعاطوا معك بيشاركوك بالراي وبيسالوا رايك. عظيم. بس الطرفين الطرفين لا ليش بايدهم؟ اي شيء بتتفق انت هون عليه عم بيمشي الحال فيه. بالعكس ان كان هون وان كان هون. خلينا ناخذ تاني بريك علينا ومتابع نهاركم معلوم. ونتابع الجزء الاخير من نهاركم سعيد مع الاستاذ امل ابو زيد. طب لكن انه الوضع المسيحي في هذه الحاله في لبنان، يعني بظل عدم انتخاب رئيس للجمهوريه وبظل التمديد لمجلس النواب، الوضع المسيحي في لبنان تعتقد بانه يعني لن يكون أسوأ مما هو عليه حاليا؟ ايه بتصور هيك انه اكيد هلا الوضع مش رح يكون أسوأ. يعني هلا وضع منه سيء كما كان مثلا من قبل. لا بالعكس يعني مقبول. مقبول على رغم لكن الوضع بلبنان في مظلة كتير كبيرة حامي هالبلد بعدها لتاريخ هلا ان شاء الله تضل، لانه الا جميع المكونات السياسيه والطائفيه الا مصلحه تضل الوضع مضبوط. ونحن جزء اساسي من هالمكونات هذه. يعني لهالسبب ما في خوف على رغم اللي عم بيصير. ايه بس انه يعني الفرقاء المسيحيين يعني موجودين على هذه الساحه اللبنانيه مش بقدرتهم كمان في حال يعني كان في تنسيق بيناتهم، في حال كان زياده في الاتفاقات بيناتهم، انه يقدروا ياثروا بمسار هذه الامور، او انه خلص كله مرتبط بما يجري في الخارج؟ لا اكيد مش كله مرتبط باللي عم بيجري بالخارج. يعني التنسيق بين الزعامات القيادات المسيحيه والاحزاب المسيحيه اساسي وضروري. نعم. لانه بالنهايه المخاطر مش رح تجي على
على على فريق معين، بدها تجي على الكل، على على المجموع. يعني نحن على طول بندعي للاتفاق على آلية معينة بالحد الأدنى، يكون في اتفاق للمصلحة الوطنية العامة وبعدين على المصلحة المسيحية، ضروري هذا الشيء. وإلا إذا ما نضل رايحين بهذا الاتجاهات بصير واحد يتساءل أنه أنا إذا ما بدي يكون في إلي دور كمسيحي بهذا البلد، طب شو وبعدين شو شو بدي أعمل بعدين؟ يعني بدي يكون قاعد شاهد زور، أو بدي يكون عن جد فعليا أنه أنا قاعد ناشط بهالبلد اللي أنا بعتبره هذا بلدي النهائي. أنا كمسيحي بعتبر لبنان بلد النهائي، وكل المكونات الأخرى يعني كان الشيعي أو الدرزي أو السني عندهم نفس هذا الاعتقاد، ولكن يمكن نحن بنعتبر حالنا أنه ما عندنا أي مكان آخر. يعني يمكن السني في عنده البحر السني حواليه، الشيعي يمكن يقول لك أنا عندي إيران يعني ممكن تكون لإلي. نحن لو لا الفاتيكان موجود بالنسبة لنا بس ما إنه كافي، هذا بلدنا ما نضل عايشين فيه هون بحريتنا وبكرامتنا. يعني بتقصد بمسألة المناصفة، المناصفة يجب أن تكون مش مسألة عددية بمجلس النواب. أي طبعا مش مسألة عددية، مشاركة بالحكم، المشاركة الفعلية بالحكم. يعني أنا إذا كان عندي 64 نائب بدنا نشتغل، لازم يكون في قناعة عند إخواننا كليات أنه 64 نائب مسيحي عطانا هني اتفاق الطائف، مش أنه والله أنا منهم بدي أنا إهديك كذا نائب والبي أنا بدي أجيب لك إياه. غلط، يعكسوها. يعني بنرجع انه المسلم ينتخب المسلم والمسيحي ينتخب المسيحي، مش ممكن، مش ضروري، يمكن تكون هيدي ممكن تكون هيدي محطه تتوصلك لمكان اخر متفق عليه، ولكن لما انت بتنتخب المسيحي بينتخب المسيحي، بتجيب 64 نائب مسيحي المسيحيين فعليا هن جابون قادرين يقعدوا مع ال 64 نائب المسلم الاخرين يتفقوا على كيفيه صياغه قانون انتخاب لما بعد. ولكن يلي بده يكون قاعدين ها 64 قاعدين بيمثلوا عن جد حقيقه شعبهم، مش انه واحد عمل نايب مثلا ما حدا بيعرفه لانه فلان بده اياه او فلان بده اياه. غلط، يعني قلت لك انا يقلبوا الصوره يفترضوا انه نحن عم نمارس هذا الشيء عليهم، بيقبلوا هذا الشيء هن؟ انا بعتقد قديش اليوم الصوت الشيعي بياثر بانتخابات منطقه جزين؟ الصوت الشيعي يعني في له تاثير، ولكن مش ما بعتقد هذاك التاثير مش هو المرجح يعني بيكون. لا لا بالعكس، والبرهان نروح ل 2009 انتخابات 2009 انتخابات 2009 الله يرحمه النايب ميشيل مر، عفوا ميشيل الحلو الله يرحمه، لا الله يطول بعمر الرئيس المر، نحن مش مقصودة يعني نزل من منطقة جبل الريحان بأصوات شيعية لا تتجاوز يمكن 800 صوت، الصوت المسيحي اللي فعل فعله واللي جابه على الندوة البرلمانية، لأنه صوتوا للنايب زياد أسود وللأستاذ سمير عزار كشيعة، يعني كتيار اسمه حركة أمل وحزب الله. هلأ بدون شك أنه في عندهم محدود 20-22% موجودين مثلهم مثل غيرهم، بس أنه المسيحية هن لعبوا دور كتير كبير. إذا صار تمديد لمجلس النواب رح يصير في انتخابات فرعية بجزين؟ من المفترض، لانه اذا التمديد راح على سنتين و17 شهر معناتها بده، اي لانه اي اذا كان مجلس النواب عنده مهله اكثر من 6 شهور اي ساعتها من المفترض انه يكون في دعوه لانتخابات فرعيه اكيد. رح تنزل على الانتخابات؟ يعني انا من الناس اللي طارح حالي كمرشح وعم بتعاطى بالشان العام مثلي مثل غيري، عندي هذا الطموح اكيد. اذا كانت كل اذا بدك كل الظروف مؤاتيه انه ترشح اي بترشح. وترشح يعني بالتحالف مع التيار الوطني الحر؟ اكيد اكيد، لانه مثل ما بتعرف انت هذا المركز هو كان مركز للتيار الوطني الحر، يعني الله يرحمه ميشيل الحلو نايب عن التيار الوطني الحر، يعني بده يتعبى هذا المركز. طيب اليوم يعني كيف بتقيم اداء النواب يعني الموجودين في جزين؟ يعني الله يرحمه النائب ميشيل الحلو والاستاذ زياد اسود وفي النائب عصام صوايا، يعني نعم النائب عصام صوايا اللي كان في احد المواقع كتب انه مضيعينهم مش عم بيلاقوه. صحيح. ليك بكل عمل سياسي بصير يعني في اوقات بعض الخيارات بتكون جيده وبعض الخيارات بتكون كمان غير صائبه. اذا عم نحكي عن الاستاذ عصام صوايا تحديدا، في عندك سؤال بينسال انه طيب مين كان في غيره؟ ما كمان الخيارات لا خلينا نتفاهم على بعضنا، يعني المنطقه بنعرفها كثير منيح، بس عندك عندك كفاءات يمكن 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 قدرته الماليه اللي هي لا مش ضروري مش ضروري بس القدره الماليه بدك تنتبه لشغله من بعض يعني الناس اللي موجودين بالتيار الوطني الحر يلي
والله بالك تكون انا صريح معك اني ما كتير بعرف بالضبط شو اللي صار يومتها، لانه انا من الناس اللي يعني ما كنت شوي بعيد عن الجو المطبخ بيسموه كيف هذه الامور بتصير، ولكن بالنهايه الامر الانسان بيحصد اللي بزرعه. اذا الاستاذ عصام صواي عمل نائب وبيعيش برات لبنان فتره طويله، هل يا ترى راح يكون احد المرشحين الكاثوليك لما بصير في انتخابات عامه؟ هذا سؤال بينطرح، ما بعرف. ولكن اذا بتحكيني عن اداء النواب منطقه جزين يعني قياسا على الفترة السابقة، بالعكس عملوا اشياء كتير كتير ممتازة وكتير جيدة. هلا بتقلي كان المطلوب اكتر بكتير، ولكن في فرق كتير كبير بين المطلوب واللي ممكن انت تقدر تأمنه. في فرق كتير كبير، انه منطقة جزين مثل غيرها مناطق من لبنان، يعني من لبنان الجنوبي من سنة 82 كانت تحت الاحتلال والدولة غايبة عنها بالمطلق، ما كانش في وجود للدولة فعليا يعني كمشاريع كإنماء كل هالتفاصيل هذه، باستثناء بعض الأشياء اللي كان يعملها مجلس الجنوب. أكيد يعني مجلس الجنوب هو كان يتعاطى بهذه المناطق، بس خارج هذا الإطار ما كان في عنا شيء. يعني صار في عودة، صار في عمل، صار في حراك سياسي، حراك اجتماعي، حراك إنمائي، بالعكس صار في كل أشياء جديدة يعني متميزة عن غيرها من المناطق المحيطة فيها. فيني أنا أقول لك هذا الشيء، إن كان القطاع العام أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حتى على الصعيد السياحي يعني. حتى على الصعيد السياحي في كتير أمور صارت كانت جيدة، وفي بعض أشياء محطوطة مثل ما بقولوا بدأت الفترة القريبة عم تدل عليها، بتصير في مؤشرات معينة وبعدين صارت مقصد. يعني أنت بتعرف لما كنا ما نطلع على المنطقة، يعني انت يمكن ضيعتك قبل ما هيك انه تقول انا بدي امرق بعبره، بمرق بعبره او ما بتعزم حدا ما كان يجي لعندك خوفا منه لا يصير في شيء مشكل بهالمحل او بهذا المحل. الامور عم تتحسن. بعدين كمان اليوم يعني بتصور في هيك تنافس على تقديم الخدمات بمنطقه جزين، ان شاء الله يكون في تنافس، ان شاء الله يكون في تنافس على تقديم الخدمات، او اي شيء بيفيد الناس لازم اللي بده يتعاطى الشان العام يعمله. لا عم بحكي انا على صعيد عام، مش عم بحكي على 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 على, على صعيد خاص ابدا. طيب كان بالمنطقه يعني كان حكى كثير عن مساله بيع الاراضي، نعم. هناك حتى البعض ذهب الى الحديث عن مخطط انه لشراء مجموعه كبيره من الاراضي وربط مناطق بين بعضها البعض. كيف عم يتم التعاطي مع هذا الموضوع؟ هل الوتيره لا تزال على ما هي عليه ولا خفت؟ لا، فيني اجزم لك انه الوتيرة خفت. يعني هذا الشيء بدأ العمل عليه من سنة 2008، لانه ما ننسى نحن انه التهجير اللي صار بساحل جزين وشرق صيدا بالمناطق هذيك دفع كثير من الناس انه تبيع اراضيها. في عالم تركت ما معها يمكن مصاري تقدر تاكل، صار في نوع من بيع الاراضي، صار في نوع من بعدين هجمه على بيع الاراضي، لانه بيعتبروا امتداد جغرافي اذا بدك، ان كان من الساحل او ان كان من المنطقه الجبليه من فوق. ولكن عملنا أنا مثل توعية، عملنا مثل نشاط كلياتنا مع بعضنا، كل العالم المعنية صارت قاعدة بتحكي مع بعضها أنه لا هذا الشيء ما بيجوز. التغيير الديموغرافيا مشكلة كبيرة، كل إنسان له حق يشتري، أنا أروح إلي حق يشتري إذا بدك وين ما كان هذا ما بيمنع، ولكن أنت فيك تنظم عمليات الشراء وعمليات البناء. يعني أنا بدل ما أروح أشتري شافة أرض 10,000 متر أو 20,000 متر عمر عليها مجمع سكني، لا المجمع ما بيجوز، تعال عمر لك بنايه فيها طابق او طابقين وانتهى الحديث. يعني في تعاون مع البلديات، مع اتحادات البلديات بنحط ضمن هذا الاطار، وعم نحكي مع الناس انه يا جماعه هذا مش مجهدتكم، ولكن تصوروا انه نحن عم نعمل القصه معكوسه عليكم، انتم بترضوا هذا الشيء؟ يعني بدا القبول يصير، في اقتناع يعني عم في اقتناع في اقتناع وفي تواصل مع جميع الافرقاء. انتبه مش انه هذا عم نعمله نحن فرض، بالعكس عم نحكي مع الآخرين عم بتفهموا. حتى أنا فيني أجزم لك إنه في بعض المناطق يعني في بعض المناطق الناس كانوا شاريين بحجة إنه بدهم يعملوا مجمعات سكنية، عم يرجعوا بيبيعوا على الأراضي تبعهم، يقولوا لا نحن يعني رحنا بغير اتجاه. هذا واقع، ويعني قريبا جدا رح نسمع إنه حتى بمنطقة جزين في أحد المشاريع اللي كانت عم تنبنى في مجموعة من الناس عم ترجع تستردوا حتى تبني وتبيع أهل المنطقة، بيطلعوا يصيفوا يعتبروا جزين مصيف لهم، اهلا وسهلا فيهم، بيوتنا بيوتهم، ما في عنا اي مشكله، بالعكس. قديش يعني العلاقه مع القيادات في تلك المنطقه، ان كان القيادات الشيعيه وان كان القيادات السنيه، عم تكون هذه العلاقه عامل يعني استقرار في تلك المنطقه، عم تكون عامل تعزيز للتعايش في تلك المنطقه؟
الاتصالات مع القيادات الشيعية والسنية موجودة بشكل دائم باحترام إذا بدك بمحبة لمصلحة المجموع ككل. أنه أنا إذا بدي أجي على منطقة جزين أو أنت تجي على 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 كفرية أو على الصالحية على المناطق الساحلية بدك تمر بصيدا، ممكن تكون أنت على عداوة مع أهل صيدا. لا أكيد بدك تكون متفاهم، بدك تكون متفاهم طبعاً، عندك خط اتصال وتواصل دائم متفاهم أنت وياهم بعلاقة ممتازة تكون لمصلحتهم ومصلحة المنطقة اللي أنت فيها. بالعكس هذا الشيء واجب وعم بيصير. ولا مرة مرقت فترة بسيطة يعني صار في نوع من إذا بدك تمايز، ولكن لا الأمور هلأ ماشي بشكل جيد. إجمالا الأوضاع بجنوب مختلفة عن الأوضاع ببقية المناطق اللبنانية. أنا بعتبر جنوب أمن منطقة. يعني أنت بتروح وبتجي، يعني نحن ما صارش في عنا أي مشكلة أمنية تذكر بالمنطقة الجنوب نهائيا. العالم بتحس أنه مرتاحة نفسيا. حتى يمكن أنه ساهم مسألة قرار 1701 بترسيخ هذا الهدوء الذي يعيشه الجنوب. كل الأمور ساهمت بترسيخ شو اسمه الاستقرار بالمنطقة 1701، إن كان قبله أو حتى إن كان بعده. يعني أنا قبل منطقة فيها مشتركة شيعية مسيحية، إن كان قبل 1701 أو بعده فيما يتعلق فيه أنا كمسيحي عاد فوق ما حسيت أي شيء فارق بالمطلق. بصدق عم بحكي. طب اليوم في كلام بينحكى أنه الحدود مع إسرائيل هي يعني الأكثر هدوءا. نعم. بلبنان. نعم. أنه ليش لا يترجم هذا الأمر كمان على باقي الحدود يلي هي مع سوريا، أنه حتى في مطالبة أنه خلي الحكومة اللبنانية تطلب توسيع يعني رقعة القرار 1701 لا تشمل الحدود السورية اللبنانية. صح، هذا الشيء صار فيه مطالبة فيه من فترة، من مش من زمان. أنت بحالة عداء مع سوريا؟ أنت مش حالة عداء. لا مثلا أنت تحمي حدودك. إنه ليش أنا إذا المجتمع الدولي قادر يساعدني بحماية الحدود ومنع دخول مسلحين من سوريا إلى لبنان أو من لبنان إلى سوريا، صحيح، ليش ما بستخدم هالورق؟ أنا كان في انتبه 1701 إجا نزل مثل بقوله بعد اعتداء بعد عدوان 2006 حظيم. كانت نتيجة بعد لتاريخ اليوم يعني بشغلة مثل هيدي مع سوريا ما صارش في عنا. بتقول لي أنت أنا أنشر جيش لبناني على حدودي، هذا من واجبات الدولة اللبنانية تحمي حدودها، هذا موضوع تحصيل حاصل من بس إذا الدولة مش قادرة بتنشر يعني بتنشر يعني شو الأفضل؟ الأفضل أنه تنتشر عناصر من حزب الله بمناطق حدودية ولا أفضل أن تنتشر قوات دولية؟ هذا القرار تتوصل عليه بدك إجماع اتفاق محلي، اتفاق بين السلطة السياسية، هذا السلطة السياسية تتفق على شغلة مثل هاي برأيك؟ لو قادرين كانوا عملوها، بس ما صارش في اتفاق واضحة ما بده مين يحكي فيها. يعني هذا الأمر بتعتبره إذا بدنا ناخذ هيك من الناحية المبدئية هو مقبول في حال كان عليه توافق سياسي؟ إذا صار في توافق سياسي في بكون مقبول، شرط التوافق السياسي أكيد. بس توافق سياسي غير وارد حاليا. حتى يعتبر بالنسبة لبعض الأطراف ما يشبه العدوان هذا. ليش قلت لك أنه أنت بالنسبة لموقفك لسوريا وضعك مع سوريا كلبنان خارج نطاق النظام الموجود اللي أنا عم بحكي العلاقة بين لبنان وبين سوريا، يعني أنت مش بحالة عداء إجمالا بشغلي مثل هذه بتكون إذا كان في عدو بتحط أنت بتنشر جنودك عليه خوفا من اعتداء عليك. بس أنت بحالة مع سوريا دولة شقيقة مثلك مثل عضو بالجامعة الدول العربية، مش لازم يكون في حتى حدود مشتركة، حدود لازم تكون حدود مفتوحة بلا جمره. هي مفتوحة أساسا، يعني هي مفتوحة. هلا مفتوحة باتجاه السلبي مش باتجاه الإيجابي. مفتوحة كيف ما كان باتجاه السلبي. إيه يعني حتى بعض النازحين عم يدخلوا بطريقه يمكن غير شرعيه في بعض. عندك مناطق الدخول غير الشرعيه كثير كبيره، مساحه الجغرافيا الحدود بيننا بين سوريا قد هي 60 كيلومتر بس بعرسيل 70 كمان. يعني تصور يعني قديش في عندك للحدود من الشمال تتوصل لعندك للبع لهون، حدود كثير كبيره. بس حتى مساله النازحين يعني ما بيفوق عليها المسؤولين اللبنانيين الا بوقت يعني ما بيشوفوا ازمه او بيشوفوا مشكله بهذا الموضوع، بس ببقيه الاوقات يسود الصمت بهذا الموضوع. يا استاذ بسام، ليك لما بتحكي بالنازحين السوريين اللي هلا يمكن صاروا شي 1,400,000 اذا ماني حسب الارقام اللي عم تحكيها الدوله اللبنانيه، يعني عملنا طني ورني لانه في 1700 واحد رجعوا. ايه ما بيمنع، بدك تلاقي حل حتى يرجعوا، بدك بس تقدر تلاقي حل للعودة لقلون بدك تحكي مع الطرف بده يرجعوا لعنده. ما كمان رحنا الى مكان اخر، ما ممكن يترجعون الا ما تحكي مع الدولة السورية. اذا شايفهم خطر كتير كبير عليك يعني امنيا وماديا واقتصاديا وتربويا واجتماعيا، في عنا مشكلة عم بيكلفونا مصاري كتير احنا كلبنان، يعني بيأثروا على البنى التحتية وعملنا بكل شيء. اليوم كنت عم بقرا الصبح
اليوم كنت عم بقرا الصبح انه في صار في مصانع سوريه موجوده بلبنان غير مرخص لها، في البعض سكروها بس رجعوا فتحوا عن جديد، عم تبيع المؤسسات المانحه حتى يقدروا يعطوا للنازحين السوريين. هذا الوجود النزوح اللي صار للبنان، اوقات بتسال انت بحالك انه طب في ناس قراب على درعه على الاردن اكثر ليش اجوا على لبنان، في ناس جايين من الحسكه ليش اجوا على لبنان، او من ادلب، او في ناس جايين من ادلب، انه هذا السؤال بيصير واحد يعمل علامه استفهام، هل يا ترى كان مقصود بهالنزوح الى لبنان شيئا ما؟ انا كمواطن بدي اسال هذا السؤال. في مناطق اليوم قادرين يرجعوا عليها أهلية يلي اجوا على لبنان مش من اسباب بس، هي مهمة مين انه يعيدون الى هذه المناطق؟ مهمة الدولة اللبنانية بالتعاون مع الحكومة السورية. ما ممكن ترجعون بلا تعاون مع الحكومة السورية. اذا في عندك مسرب تهريب فيت هذا الزلمة ما معه او خلق له ولد بلبنان، ولده في ناس انهم 3 سنين عايشين بلبنان كنازحين، وين سجل ولده؟ او افترض انه هرب من هنيك احترق بيته ما عنده اوراق ثبوتيه، كيف بده يرجع؟ مين بده يحكي مع مين؟ ما نحن عم نساعد كمان بعدم اتفاقنا، بعدم نظرتنا العامه انه تقدر نحكي مع الدوله السوريه تقدر نحدد كيف بده يرجعوا الجماعه. يا سيدي اللي بده يرجع، يمكن ما فيك تلزم الكل يرجعوا بهالمرحله هاي تصير في سلم. طب الحكومه طرحت، وهلا تلاحظ الحكومه متفقه على مواضيع كثير كمان يعني في قرار اتخذ بمجلس الوزراء انه كل من داخل بطريقه غير شرعيه في استعداد لتسويه وضعه مجانا وبركي بيرجع اي صحيح اي يعني من على الاقل هالخطوه بلشت تبين. وزير الداخليه عم بياخذ اجراءات ممتازه جدا حتى يقدر هذا الشيء، واذا بتلاحظ يعني في ناس بينتقدوه، طب بدنا اي حدا بده يعمل صحيح، حدا لازم يعمل، ما فينا نضل قاعدين ونقول يلا ان شاء الله هذا الموضوع ينحل، بدك تسعى له. استاذ امل ابو زيد بدي اشكر مشاركتك معنا اليوم بنهاركم سعيد، شكرا لك وللال بي سي كل وسهلا فيك وللال بي سي اي. مشاهدينا ايضا بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه والى اللقاء.